حتى في حفل استقبال كريم بنزيما اسم الأهلي حاضر وبقوة في مناسبتين مش في مناسبة واحدة. راح أحط لكم الآن مقابلة مع أحد الاتحاديين اللي سووا معاه لقاء في أرضية الملعب وقالوا له أول هدف تتمنى أن يسجله كريم بنزيما يكون في مين؟ رد وجاوب جواب غريب الصراحة، قال أتمنى على النصر ويكون من بلنتي، والبلنتي هذا من ظلم. راح أحط لكم الفيديو، لكن أبغى أشوف قوة تركيزكم بغض النظر عن هذا كله اللي بتسمعونه بالفيديو اللي الحين بحطه. خل أشوفكم بتلاحظون شيء ثاني وبتركزون فيه غير الاتحادي اللي يتكلم والكلام اللي يقوله، ولا ما بتركزون؟ خل نشوف. هذا أهم هدف يجيبه بنزيما، أكثر هدف تنتظره، بلنتي على النصر وظلم. ها حبايبي الغالين، شفتوا ولا ما شفتوا؟ حطوا لي الفيديو وأنا أتكلم على الشاشة. ها لاحظتوا ولا ما لاحظتوا؟ لاحظتوا هذا المشجع اللي ماسك موبايل ويحاول انه يعرض الموبايل؟ تشوفونه امامكم على الشاشة، شو مكتوب في الموبايل؟ تقدرون تشوفون؟ زوموا لي اكثر شوي. ها واضح ولا مش واضح؟ بعد اكثر، صورة حطوا لي صورة، شو مكتوب؟ مكتوب الاهلي كبير جدا. الحين ما عرفنا لك انت اتحادي ولا اهلاوي ولا جداوي تحب الفريقين. انا عن نفسي اتمنى انك جداوي تحب الفريقين، لانك حاط شال الاتحاد وكاتب على موبايلك الاهلي كبير جدا. يبقى الاهلي كبير جدا ما في شك، ويبقى الاتحاد كذلك كبير جدا، وكلهم عينين في راس. الموقف الثاني اللي ذكر فيه اسم النادي الاهلي ايضا لقاء مع مشجع اخر لما قالوا له اول هدف تتمناه لكريم بنزيما على مين؟ قال على الأهلي. أترككم مع الفيديو ولا تنسوني من اللايك والفولو. يا رب بنزيما، بنزيما يلف يمين يسار يعطيها دبل كيك، يا الله على مين؟ على الأهلي. عذبهم بنزيما، عذبهم لوكا مودريتش. ما وقعنا على مين؟ على الأهلي. يلا اسمعوا.